السلام عليكم ورحمة الله أحبائي، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. مرحبا بالمتتبعين ومرحبا بالزوار الجدد كذلك. شكر خاص لقناة معجنات سلمى، ولا تنسوا أيضا الاشتراك معي على قناتي سميا شانيل التي تظهر أعلى الفيديو. سأقدم لكم كرواسة ملحة أو كرواسون مالح مملح. سأحتاج للمقادير صومو مدخن أو صومو فيمي. سأحتاج إلى هذا الموديل كي أقطع به البات فيتي أو العجين المورق. سأحتاج هذه الجبنة التي تحتوي على نكهة البصل والسيبوليت بيضة وسمسم أسود وبات فيتي أو عجين مورق جاهز. نطلق العجين على هذا الشكل ونأخذ المدلاك ونقطع بكل سهولة العجين حتى نحصل على الشكل الذي نريده. نأخذ هذه القطعة ثم نأخذ الجبنة ونأخذ مقدار ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة، نضع قطعة الصومو المدخن ونضع قطعة الجبنة ونلوي بهذا الشكل. طريقة سريعة وبسيطة في نفس الوقت. نفس الطريقة نضع قطعة من الصوم المدخن ونصف ملعقة صغيرة من الجبنة ونلوي على هذا الشكل حتى نحصل على هذا المظهر الرائع. نأخذ بيضة نخفقها جيدا وندهن هذا المملح. نوزع السمسم الأسود من فوق وندخلها للفرن على درجة الحرارة 180 درجة حتى نحصل على هذا الشكل الرائع. أشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو كذلك. شكرا لكم، إلى اللقاء.